بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اليوم إن شاء الله نحاول نختم في تفسير فواتح سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فسرنا: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، مش أفتمارونه فيما يرى، تحدثنا أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لعند هون قلنا انه بعد ما تحدث القرآن عن آفاق ثم تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم في منازل عليا وهناك تلقى الوحي، وكمان شرعت الصلاة اللي هي صلة بين العبد والرب، فجأة وإذا بالآيات تنتقل فينا إلى الأرض الحجار: أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وين كنا وين صرنا؟ طيب الآن نتكلم في موضوع اللات والعزى ومنات، لكن سؤال انه ممكن بعض الناس يقول: طيب هم مش مصدقين الرسول صلى الله عليه وسلم انه ارتقى وسمى وسمى في المقامات حتى كلمه الله من وراء حجاب، كلمه وحيا، وذكرنا موضوع الرؤية أو عدم إلى آخره، مش مسألة. طيب والآن إحنا إيه؟ في عقائد أهل الشرك والوثنيات اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، طيب هم مش مصدقين انه حصل هذا مع الرسول؟ الكفار مش مصدقين. طيب ايش هاي المقارنة؟ المقارنة بين آفاق عليا وسمو لا يتصور عقل البشري، وإفاضات فوق تصور العقل البشري، وكشف لحقائق كونية هائلة، تمام؟ هم مش مصدقين اصلا. ثم يخاطب: أفرأيتم اللات والعزى، مش مصدقين. طب ايش هذه المقارنة؟ هذه المقارنة اولا بكفي انه تلفت انتباهنا للآتي، يعني معناته ايش راح يكون افاق هذه الرسالة؟ طالما الرسول صلى الله عليه وسلم سمى في هذه المقامات وقرب واوحي اليه ورأى من الآيات الكبرى، إذن شو متوقع بالنسبة للرسالة؟ شو راح يجي بعدها يعني؟ وعندكم اللات والعزى يا جماعة، معناته أصبحت القضية آفاقها معلومة، وهيكم أنتم من ثمرة. وين اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ وينهم؟ إيش فادت العرب فيما بعد؟ ايش قدمت؟ ايش سمت في الامم؟
اذا حتى لو اجى بعض الناس قال طب ايش هالمقارنة هاي، طب هم مش مآمنين انه مش قضية مش مآمنين، لما بتكلم لك عن مثل هذا التقريب، التقريب الله خالق الكون والله المسيطر على كل صغيرة وكبيرة ومتصرف في مقادير الامم والكائنات، لما بيقرب رسوله وبيعطيه وبيوحيله وانزل لعبادي، شو يعني شو يعني؟ خلاص انتهى. انتوا اجيتوا بعد 1400 سنة شو شفتوا؟ شفتوا انه هذه الدعوة نجحت ولا ما نجحتش؟ نجحت. ولما تخلفنا وابتعدنا وجهلنا هينا ردينا برضو رجعنا. هذه الامة مش ممكن تبعد وتغرق في البعد، ترجع ترجع. فاذا لما بتحدث عن هذا الافق العالي ثم بينزل له الكلام عن الحجارة التي عبدت من دون الله، برضو بده يعطي افق للمؤمنين وللكافرين انه هذه الدعوة مش رح يوقف في وجهها شيء. انتوا الى زوال ومعبوداتكم الى زوال، وهذا رسولنا راح ينجح. كيف يعني؟ نقرب الصورة شوية. كيف لما يقال انه تم الاجتماع بالسلطان والسلطان اتجاوب واخذ واعطى، شو طلع طلع الوفد من عنده، ايش يعني؟ ايش بتصوروا الناس وقتها؟ خلاص معناته راح تحقق امور، راح تحقق امور، راح تكون انجازات معناته، مش هيك؟ طب شفتوها انتوا هذه الانجازات؟ احنا هينا بعد 1400 سنة شفنا ايش اللي حصل ولا ما شفناش؟ شفنا. نيجي الان، افرأيتم اللات والعزى. كيف واحد مثلا يجي يقول اليوم، كثير في منهم بيقول لك انا المهدي، وبتلك ايش تطلع شو مهدي، شو هالمهدي هذا؟ نتكلم كلام يعني، شو هالافاق اللي عنده هالمهدي، شو هالشخصية المهزوزة، وين وين هيك الشيء اللي من اول ما يشوفه الناس إلو هيبة المهدي، إلو نور المهدي، كلامه شو؟ من يجي منقول نصير نخرف بعضنا، منقول شفتوا هذا اللي بيقول انه المهدي؟ رأيتم من يقول انا المهدي؟ شفتوه ولا ما شفتوهوش؟ شو يعني هذا الكلام؟ شو معناه؟ شو معنات أرأيت؟ أيوة يعني خلاص بكفي شفت، بكفي تشوفه، بكفي تشوفه بس، بكفي تشوف حتى تعرف شو بقول. هو بقول انه المهدي. شفتوا اللي بيقول ان انا المهدي؟ أرأيت؟ طب ايش لحظه ما أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وهذه أفرأيتم، الفاء ايش هاي الفاء؟ لأنه ورد كثير في القرآن أرأيت، بشك؟ طب أفرأيت هذه الفاء معناته في كلام سابق، هذه عطف على كلام سابق، هي الأصل أرأيت. أرأيت الذي يكذب بالدين، بشك؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ طب وإيش أفا؟ أفا معناته في إيش؟ كلام إيش سابق واتصال مع الكلام، هذه الفاء اتصال مع الكلام السابق. شو الكلام السابق هون؟ حول ارتقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في المراتب والإفاضة عليه والكشف اللي حصل، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وأوحاله العزيز الجبار، أوحاله، تمام؟ طيب الآن أفرأيتم اللات والعزى؟ شوف المفارقة، المفارقة الهائلة اللي بتدلنا وين راح الأمور تروح. خلص صارت محسومة معناته، وين راح تروح الأمور لما بدنا نقارن شيء في الآفاق وشيء في الإيش في الأرض؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ طب نشوف نشوف، خلينا شوي هنا. في الآن نظريات في علم عند علماء الاجتماع، نظريات في تفسير الدين وظاهرة التدين اللي هي واضح انها فطرية، وفي العالم الغربي زي ما احنا معتادين في علم الاجتماع وغيره نجد آراء كثيرة
آراء كثيرة. ما هو وين ترى فكرة بتكون الآراء كثيرة؟ وانت بتكون الآراء كثيرة لما بيكونوا الناس ما عندهم مش حقائق. وانت بيجتمعوا الناس في القول لما بصير عندهم حقائق. إذا شو سبب اختلاف الناس في العلوم الإنسانية وعدم اختلافها في العلوم الكونية والطبيعية؟ لاحظوا في العلوم الإنسانية يدوب الناس ماسكين الفرضيات أو النظريات، والحقائق قليلة ونادرة. وين ما بتشوفوا مساحة الحقيقة ضيقة معناته بده يدخلوا الناس في آرائهم وأوهامهم. وين ما بنشوف مساحة الحقيقة بتتسع معناته بصير وجهات نظر الناس ايش؟ يعني مثلا واحد وواحد اثنين، قديش في وجهات نظر؟ قديش في وجهات نظر؟ ليش؟ ما في لا حقيقة، خلصنا. ما فيش مجال تيجي تقول والله انا رأيي، انا رأيك، ما خلص حقيقة، فيش رأيك. الحديد يتمدد بالحرارة، يتمدد بالحرارة، بدهم يختلفوا يعني الناس؟ حدا بيجي بيقول انا رأيي، رأيك. وانت اذا الناس بتفلسفوا بصيروا يقولوا آراء لما ما يكونش عندهم حقائق، يكون كله في عالم الفرضيات وعالم ايش؟ النظريات. اما ما فيش حقائق، فيش قانون، انسى انسى. وبالتالي في علم الاجتماع وعلماء الاجتماع لازم يعرفوا، اللي بدرسوا علم الاجتماع، انه كثير مما يقال كلام. ليش؟ اولا هم مختلفين كثير في تفسير ظاهرة الدين والتدين. قالوا أنو أول؟ التوحيد، التوحيد ابتداء، ولا الوثنيات والشركيات؟ يعني بدأ الإنسان وثني شركي، ثم شوي 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 صار يصعد، وفي الأخير نتيجة التطور صار موحد. ولا الأصل التوحيد، الأصل في البشر التوحيد، وإنه الوثنيات انتكاسة، الوثنيات انتكاسة. في نظريات على فكرة عند الغربيين في المجتمع، منها انه الاصل التوحيد ثم الوثنيات الانتكاسة. طيب وايش ايش يقول الدين عندنا؟ الدين اولا فطرة الله التي فطر الناس عليها. اثنين، ادم اول نبي، وما كان الناس الا امة واحدة. ايش يعني امة واحدة؟ على عقيدة واحدة سوية، وعلى رأسهم مين؟ أبوهم آدم يعلم. ففي الأصل، الأصل التوحيد والعقيدة السوية المنسجمة مع الفطرة. مثلا من الفطرة على فكرة، من الفطرة مبدأ السببية اللي الله سبحانه وتعالى غارسه فينا، مبدأ السببية اللي مغروس في الكائنات. وبالتالي دائما البشر يبحثون عن السبب، يبحثون يعني عن الإله. ثم مبدأ الغائية. ايش الغائية؟ انه انت بتشوف نظام لابد من منظم حتما. هذه بدهيات، هذه البدهيات الفطرية بتجعل الناس مسألة الخالق هذه بدهية على ضوء مبدأ السببية ومبدأ ايش؟ الغائية. الان من البداية الله فاطر البشر العقيدة السوية، وآدم كان معلم وكل شيء تمام ومعلم. فالاصل في البشر ايش كان؟ التوحيد. ثم مع الايام طبعا شو ليش الناس الان بتحولوا للوثنيات؟ مع الايام كما قال القرآن طال عليهم الامد، مش هيك؟ لما يطول ويبدأ الناس اوهامهم وشبهاتهم وظنونهم وشهواتهم بيبدوا ينحرفوا شوي 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 شوي. كانت تيجي الانبياء وتردهم، بعد فترة ينتكسوا، تيجي الأنبياء تردهم. هذه المسيرة الحقيقية. الدليل عليه من أدلته القوية إحنا المسلمين. وين في عهد الرسول والخلفاء الراشدين والعهود الأولى؟ وبعدين شوفوا لما تخلفنا بدأت تظهر وثنيات وعقائد وثنية في الأمة الإسلامية نفسها. هي الله سبحانه وتعالى ما أعطى ضمان للبشر إنه إذا آباءكم أسلموا معناته أنتوا راح تكونوا مسلمين. لا، ما فيش من ولا وين الاختبار والابتلاء؟ وين الاختبار والابتلاء؟ ولذلك في البداية كانت صافية العقيدة، الأمة كانت صافية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين والتابعين، صافي.
بعدين بدأت تدخل الوثنيات والانحرافات. هذا واقع. ثم الآن لاحظوا، ثم الآن بدأت ترجع الناس للعقيدة السوية. الناس الآن بترجع للعقيدة السوية. وين قبور الأولياء هاي اللي كانوا يطوفوا جداتكم وجدودكم اللي كانوا يطوفوا في قبور الأولياء ويتمسحوا في هذه القبور؟ كانت ولا ما كانتش؟ كانت. وكانت ما في بلد إلا وفيها قبر ولي وكذا 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 وكذا، ويعبد حتى الأشخاص وأفراد من الناس يقدسون. وهذا ولي من أولياء الله، الحي والميت، حي وميت يرجع. ثم ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته في هذه الأمة إنه يبعث على رأس كل 100 عام، عام قمري طبعا، لهذه الأمة من يجدد لها دينها تجديد. ولذلك بدخل الدين أشياء زي عادة البشر، يعني لما بنحرفه وبدخله. لكن ميزة هذا الدين إنه أولا حافظ الله سبحانه وتعالى على إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا تزال طائفة من أمتي، بظل يعني في ناس قائمين بالحق عبر العصور. والله سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة من يجدد، كل ما من ضمن التجديد تنقية، التنقية مما دخلوا، بعدين إضافة في الفهم وآفاق جديدة إلى آخره في الفهم. كل هذا بصير. لذلك إذا انتكست الأمة شوية بترد ترجع، هيها بترجع إنها ترد تنتكس في الوثنية. بس بدنا نلاحظ إنه في كل المسيرة بيكون في ناس منتكسين، يعني الناس اللي عندهم فكر وثني وجدوا عبر التاريخ الإسلامي كله. ولا اليوم، لا اليوم. اليوم شوفوا أنتوا، تعال افتح في بعض الفضائيات أو الإنترنت وشوف بعض فرق الشيعة كيف بيشوفوا الحسن والحسين، بلاش الحسن، نسيوا الحسن، كيف بيشوفوا علي والحسن، الحسين بلاش علي، كيف بيشوفوا الحسين؟ يرتقي إلى مستوى الآلهة، يرتقي إلى مستوى الآلهة. ولكن كيف بفسروها؟ بأمر الله، خلاص الله هيك بيعطوه، كل بيعطوا الحسن. إلى درجة أنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندهم قام بأعمال كثيرة قبل ميلاده. وأصلا مين اللي أنقذ يونس من بطن الحوت؟ ما هو الحسين، واضح؟ ومين اللي بده يوقف على الصراط يوم القيامة؟ ومين بده يحاسب الناس؟ ومين؟ الله أكبر. تسمع اليوم في الانترنت وبتشوف في الفضائيات إشي من الوثنيات عجيب. طب وين؟ ليش الأمة مش محصنة؟ لا، محصنة بإيش الأمة؟ هو الله ضمن للناس، هذاك العصمة للأنبياء والبشر. والبشر في هيو جاءهم الهدى وبدهم يكونوا مسؤولين. أما أمة الإسلام معصومة من الانحراف أبدا. ولكن يبدو من رحمة الله أنه غالبية هذه الأمة حتى لو انتكست بتقدر ترجع. بس بيظل في ناس وثنيين في كل الأمم على فكرة. الوثنية مستمرة موجودة، وهذا بدل على أنه ما لهاش علاقة المسألة بأنه مثقف مش مثقف، واعي مش واعي، عصور الاستنارة ولا عصور التخلف. هلكت الغربيين لما بيؤمنوا بالمسيح ابن الله والثالوث، الأب والابن والروح القدس، يعني ما بيؤمنوا، بيكونوا فيه علماء وفلاسفة وفهمانين وكل شيء تمام، ما بيؤمنوا. بيكون أستاذ جامعي رايح على جامعته في نيو دلهي فرضا، وبتوقف أمامه بقرة قدام السيارة، بظل واقف عبين ما حضرتها توسع له الطريق، مش مستعد يزعجها هذه البقرة المقدسة، وأستاذ جامعي. فمنشوف في كل اليوم في البوذيين في علماء وفلاسفة وفهمانين، وفي المسيحية وفي اليهود وفي كل الفرق وكل الفرق، وفي المسلمين في الفرق كمان، في الدروز موجود ناس بيفهموا، وفي العلويين موجود، وفي الشيعة موجود. هذا مش مؤشر انه على حق، يبدو انه في بذور للوثنية. بظل انه ندرس طب كيف الناس بتنتكس في الوثنيات وليش، شو اللي بيؤدي إلى أنها تنتكس في الوثنيات؟ على كل، هذا مش موضوعنا شو اللي بيؤدي في الناس إلى أنها تنتكس في الوثنيات. ولكن البشر في الأصل موحدين، ثم تأتي الوثنيات انتكاسة، تردهم الأنبياء انتكاسة، تردهم الأنبياء. طب ختمت النبوة، يردهم القرآن وتردهم السنة ويردهم الدعاء
اللي بينقطعوش من من, من من الأرض، وأن الله من رحمته يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها وأمر دينها. من بعض الناس قال فهموها إنه من شخص، من شخص اللي بده يجدد الدين شخص، لا، هذه مدارس، هذه مدارس وعلماء بالآلاف المؤلفة، ممكن عشرات أو مئات الألوف في الأمة تجدد، لأنه مين ممكن يجدد في الفقه من علماء الفقه الصالحين؟ مين ممكن يجدد في الحديث من علماء الحديث الصالحين؟ مش هيك التقاة؟ طب مين ممكن يجدد في كذا في كذا في كذا في كذا؟ هذا إذا من، هذه من ألفاظ العموم تعني الشخص بعينه، وذلك من تخلف البعض أحيانا كن ظن كن قلق مجدد القرن كذا أبو حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي مجدد القرن كذا، وين باقي العلماء والأمة؟ شو بده يجدد؟ في إيش بده يجدد أبو حامد؟ طب ما هو أبو حامد الغزالي رحمه الله اللي هو حجة الإسلام كان في موضوع الأحاديث كتبه داخل فيها أحاديث موضوعة وضعيفة وحسنة وصحيحة وفي بلاوي وحجة، حجة في إيش؟ في علوم محددة وفي فمين اللي يجدد إذن؟ هذا بده إذن من يجدد؟ هذا عدد هائل. وفعلا على فكرة أنتم بتلاحظوا هو شو هو الرأس؟ يعني لو أخذنا رأس الإنسان بالنسبة لجسده عند الفنانين كن قال لك يعني الرأس تقريبا ثمن، ثمن الجسد، معناته القرن، قسم القرن على 8 في بداية هذا القرن، في قسم القرن على 8 هذا رأس القرن، هذا رأس القرن بشيك؟ الله بيبعث عليه من يجدد، بس هذا التجديد ما هو يستمر. وفعلا انتم بتلاحظوا بعد ما دخل القرن بعد ما دخل 1400 والان احنا 1436، شوفوا قديش الفكر الاسلامي انتعش وتمت التصفية كثير من الشبهات وكثير من الاشياء الدخيلة في الاسلام اللي بيسموها بدع وتفاصيل، وعادت الناس تفهم بطريقة اخرى، وعادت العلماء تنتقد هنا وتنظر هون تنظر هون. 36 سنة فعلا في نهضة هائلة، في إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد. فإذا نرجع إنه في الأصل التوحيد، الأصل التوحيد، ثم تحصل انتكاسات حتى لما بيرجعوا الناس بيظل في ناس منتكسين، فالوثنية بتظلها موجودة، وهيها موجودة في الأمم المختلفة بما فيهم من يسموا نفسهم المسلمين، بقدسوا أشخاص، بقدسوا أشخاص وبرفعوهم فوق مرتبة أحيانا بإذن الله، لكن بقول لك بإذن الله خلص بيخلص منها وبقول لك بإذن الله أبعطيه كل تجدوا في طرق متصوفة مثلا تعتقد بالمشايخ اعتقادات إشي لا 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 يعني قريب من التقديس والتأليه. في الشيعة برضو نفس الموضوع، نجد إشي عجيب. فبالتالي يكون الناس منتبهين دائما انه بذرة الوثنية ممكن في اي لحظة تثمر، تثمر في بيئة معينة بمنع الوعي نفسه، الوعي في علوم شتى بمنع، لا بمنعش. ليش طيب؟ ولا كيف الناس تنحرف؟ منشوف اذا الايات وضحت بعض اسباب الانحراف هذا، منشوف. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى؟ طيب اولا اللات، لاحظوا انه الآية ذكرت ثلاث، مع انه مثلا فيه هبل كان وفي كان اصنام ثانية، مش كان هبل؟ مش في معركة احد شو قال ابو سفيان؟ اعلو هبل، اعلو هبل. الرسول صلى الله عليه وسلم امر عمر بن الخطاب شو يرد عليه؟ يقول له الله اعلى واجل. شو قال؟ لاحظوا بعدها شو قال ابو سفيان؟ لنا العزة، العزة هيها، لنا العزة ولا عزة لكم. شو كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لعمر يقول الله مولانا ولا مولى لكم. لاحظوا العزة شو قابلها؟ لاحظوا لنا العزة، هذا له هو ابو سفيان في حينها، لنا العزة ولا عزة لكم. اذا شو معناته؟ انتبهوها، الجواب بده يجي مقابله، الله مولانا ولا مولى لكم. اللات والعزى ومنات،
وسبق قلنا انه منات كانت إلهة الأقدار والتقدير، آلهة الأقدار، آلهة الأقدار والتقدير، وبينا هذا الكلام لما تحدثنا في تفسير قوله تعالى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وبينا شو معنات الأمنية وشو معنات منات العلاقة، فهي آلهة التقدير والأقدار. طب والعزة واضح انه إلها علاقة، لاحظوا، بالعزة والعزيز والأعز، الأعز العزة، شوفها الأعز العزة، إذا من العزة. لذلك شو قابلها لما قال، لا بده يتكلم عن العزة أبو سفيان، شو قال؟ لنا العزة ولا عزة لكم. الجواب الله مولانا، يعني بمين بتنتصر أنت؟ معناته هم كانوا يعتبروا العزة إيش؟ ناصرة وتعز وتذل. إذا العزة تعز وتذل، تمام؟ لذلك لما قال لنا العزة ولا عزة لكم أبو سفيان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر ايش يجاوب؟ الله مولانا ولا مولى لكم. اذا شو العزة كانت بالنسبة لهم؟ ناصرة، آلهة العزة هي اللي بتعز، ومنى الاقدار والتقادير. طيب واللات، اللات اكثر كتب التفسير، اكثر كتب التفسير تذهب اولا في معنى اللات، ما صح نقله عن ابن عباس. ابن عباس بقول انه كان في الجاهلية يعني رجل يلت السويق للحاج. انتم مش بتقولوا بلتوا بعجن؟ بلتوا بعجن. طب شو هو السويق؟ يعني الدقيق، الطحين، طحين شعير، طحين قمح. كانوا شو يعملوا؟ شو يعمل هذا الرجل؟ هذا الرجل كان يجلس للحجاج المارقين ويخلط لهم الطحين بإيش؟ بالسمن مثلا، بالزيت، ويطعمهم، يطعمهم، يعني يطعم الحجيج. يبدو مضى على هذا الرجل بهذا شيء كثير، مات. فكان يجلس على صخرة طبعا في طريق الحجاج، يلت لهم ايش؟ السويق، قلنا طحين مع سمن مع زيت، اللي هو زي ما بتعملوا اليوم مع الطحين مع الزيت او السمنة، وبعدين بتشوية بسيسة ملتيت، ملتيت برضو ملتيت. فقال فسمي اللات، مع الايام ايش؟ عبدوا، عبدوا. انا في ظني انه ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو، ما اظن انه يعني اخذ هذا عن الرسول في تفسير شو معنات اللات، والرسول باقي يعني يقعد يقول لهم، يفسر لهم ويقول لهم كان في رجل يلت. ما قالش ابن عباس انا نقلت عن الرسول. يبدو انه شيء كان منتشر في المجتمع هذا التعبير، انه اصل اللات رجل كان يلت للحاج، للحجاج السويق. فيبدو قالها في اي مقام، قالها ابن عباس في اي مقام، قالها ابن عباس مش قضية، يعني ممكن يكون هذا ما يشاع وما يقال في تفسير اللات، بس مش ماخذ عن الرسول هو. انتبهوا، هاي مهمة، لأنه يبعد أن يكون هذه القصة. ليش؟ لأنه أصلا اللات مين قال إنها أصلا في الجزيرة العربية؟ ما هي مستوردة، هذه آلهة مستوردة. وهذه والآن في تدمر، على فكرة هاي تدمر اللي فيها الإشكالات صارت في تدمر في الجهة الغربية تقريبا، موجود يعني اليوم تعرفوا في الآثار كشفت عن أصنام اللات، موجودة في تدمر في سوريا، وكان يعتقد انها الربة الام، الربة الام اللات، الربة الام اللات، تمام، وكانوا يعتبروها بنت الاله. فهي يبدو اللات هي بس مجرد على فكرة تصرف في الهاء الموجودة في الله، الله بدهم ينثوها وضعوا لها التاء،
اللات، الله اللات بنت، لأنها بنت الله، لا هي يبدو من الإله، مش قضية رجل بلت وبلتش، هذا اللي بلت وبلتش هذا السائد بجود في الجزيرة العربية اللي قال شو بعرفهم هم، إذا هم مستوردين الآلهة أصلا استيراد، ما هم مستوردين اللات استيراد، مش هي صدرت اللات الجزيرة العربية، هي استوردت. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن إنه أول من حرف دين إبراهيم عليه السلام رجل اسمه في الحديث الصحيح عمرو بن لحي، عمرو بن لحي هذا اللي استقدم الأوثان إلى الجزيرة العربية بعد ما كانت موحدة، بعد ما كانت موحدة. فاللات هي موجودة أصلا ومستوردة، مش اسمها جاي من الجزيرة العربية نفسها. فهي يبدو قضية تأنيث الإله، تأنيث الإله، لأنه مرات التأنيث بيكون في التاء، مش هيك؟ التأنيث بيكون في التاء، وبالتالي هي في الأصل الإله واللات، لأنها أنثى، بنت الإله، بنت الإله. طيب موجودة، ومناه موجودة في غير بلاد العرب، والعزة مستوردة كمان، كلها مؤنثة، الثلاثة مؤنثة، الثلاثة هذه آلهة، في حين هبل إيش ذكر هبل. بس العجيب في الموضوع إنه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول في أحاديثه الشريفة لما كان يدعو قريش ويدعو العرب كان يدعوهم إلى إيش؟ إلى ترك عبادة اللات والعزة، حتى ما كانش يقول المنات، لاحظوا كان يدعوهم، ما كانش يقول هبل، يعني أكثر ما يعني هبل أظني ما ورد في الأحاديث إلا في قصة أبي سفيان، اعلو هبل، ما أظن نجده هبل في الأحاديث الشريفة في غير هذه القصة، قصة إيش؟ قوله اعلو هبل. لكن قضية اللات والعزة موجودة كثير في الأحاديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى عبادة الله وترك عبادة اللات والعزة، هيك اللات والعزة، حتى ما يقولش ومنات، يقول إنه يعبد الله لا يشرك به شيئا ويترك عبادة اللات والعزة. ورد في حديث صحيح في مسلم، ورد في حديث صحيح في مسلم، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، ما قالش ومنات، حتى لاحظوا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، وما قالش منات حتى، ولا ذكر هبل، ولا ذكر في أصنام تانية أسماء أخرى، هذول تنتين بالذات، والقرآن أضاف الثالثة، أضاف، نشوف الآن إيش الثالثة ممكن، تمام؟ طبعا استغربت عائشة رضي الله تعالى عنها، كيف يعني؟ كيف بدها ترجع عبادة اللات والعزة؟ والله سبحانه وتعالى بيقول ليظهره على الدين كله، عارفين إيش فسر؟ فسر الرسول صلى الله عليه وسلم عودة عبادة اللات والعزة إنه لما الله سبحانه وتعالى بيقبض كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يتوفى كل الناس اللي فيهم إيمان ولو إيمان قليل، ويبقى في الأرض شرار الناس، هذول هم اللي راح يسترجعوا عبادة آبائهم، يسترجعوا عبادة آبائهم، تمام؟ إذن متى ترجع عبادة اللات والعزة؟ لأنه قد يتصور بعض الناس إنه طب ما في حديث بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إن الشيطان قد يئس أن يعبد، وين؟ في جزيرة العرب، في مش هيك يئس؟ ها؟ هذا لما بيكون في أهل إيمان، لكن إحنا هون الرسول لما فسرها إيش؟ فسرها إنه لما يقبض كل من كان في قلبه إيمان ولو مثقال حبة خردل، وخردل دائما، حب الخردل هذا دائما يوصف فيه الإشي الصغير، الحبوب الصغيرة جدا، الحبوب الصغيرة جدا، مثقال حبة يعني قديش المسألة صغيرة، لما يقبض ويبقى الناس اللي هم أهل كفر وضلال عندها تعبد، هذا اللي فسره حديث مسلم، يعني بعد ما ينتهي قضية الإيمان أصلا وما يعودش الناس فيهم، يعني خلاص يرفع الله الهداية من الأرض، يرفع الهداية من الأرض، وتقوم الساعة كما تعرفون على شرار الناس كما ورد في الأحاديث، كما ورد في الأحاديث. طيب إنما ذكر، إذن معناته الأهم شيء على فكرة كاين، أهم شيء في العبادات عندهم اللات والعزة،
لأنه هاي اللي تجدوها دائما مذكورة. والرسول يوصي أهل الكفر يشترط عليهم أنه يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويتركوا عبادة اللات والعزى، دليل أنه كانت منتشرة. وعلى ما يبدو، وعلى ما يبدو أنه هذه كانت ثالوث. واللافت لمن يدرس تاريخ الأمم المختلفة أنه في الثالوث منتشر بأمم كثيرة. الثالوث، عبادة الثالوث بيكون ثلاث، يعني حتى النصارى يبدو أنهم أخذوا من ثالوث غيرهم. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. هذه قضية التثليث مش جديدة، موجودة، يضاهئون قول الذين. ففي ثالوث، ومثلا في مصر كان مشهور من ضمن يعني من أشهر ثالوث في مصر كان اللي هو إيزيس وأوزاريس وحورس. وإيزيس وأوزاريس آلهة طبعا، بس إيش يعني، أوزاريس تزوج أخته إيزيس فولدت حورس. كيف انولد حورس وين تأجى حورس والتفاصيل. ففي الثالوث هذا موجود، يعني الأب والابن والروح القدس، الأب والابن يعني شك الأب والأم هاي وإلى آخره، تمام، موجود الثالوث هذا. على ما يبدو خوفه وخفر عن منكرع، نعم. بس هم بقصد في آلهة منصوص عليها وفي أمم مختلفة ثالوث. فيبدو انه عند العرب مش بس اخذوا اللات مثلا، اخذوا العزة، لا اخذوها ثالوث. واهم اثنين يبدو في الثالوث انهم، مع انه كثير من المفسرين قال كانت مناة اشهرهم، وهذا غير صحيح. لو كانت مناة اشهرهم كان احاديث الرسول دائما لما انهم يتركوا عبادة اللات والعزة دليل انهم هم في اكثر ما يضلهم اللات والعزة، وكأنها مناة، يعني كأنه إذا تركت اللات والعزة هذيك ثالثة معهم وخلص بتروح، هذيك ثالثة بتروح لأنه هو ثالوث. لأنه ثالوث ثالوث، وبالتالي إذا تركوا اللات والعزة من باب أولى يتركوا إيش، منات منات، تمام. وبالتالي إذا هو هون كأنه القرآن يشير إلى ثالوث كانوا العرب. ومن هنا مش مذكور موضوع هبل او غيره اللي كان ممكن بعض القبائل تقدس والقبائل الثانية لا، بس يبدو العرب هذا الثالوث انتشر في العرب، هذا الثالوث انتشر بالعرب بشكل كبير. ومن هون جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الاحاديث تذكر اللات والعزى ولا تكاد تذكر مناة او هبل. بس مناة على ما يبدو ايش قلنا بتكمل الصورة الثلاثية، اللات الآلهة الأم، لاحظوا اللات الآلهة الأم ابنة الله، والعزة اللي بتوهب العزة، ومنات إلهة آلهة التقادير القدر. هدول مع بعض يبدو كاين في تصور ثلاثي. وأشار القرآن إذن لاحظوا أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. إذن ليش الثالثة هون؟ لأنه ثالوث، لأنه ثالوث، ثالوث أنثوي، هذا ثالوث أنثوي. وليش كانوا يقدسوا الإناث على فكرة؟ يقدسوا الإناث والآلهة، وهذا كثير بنجد على فكرة في أمم مختلفة، في آلهة ذكر وفي إناث. ولكن لاحظوا مثلا عندنا في الثالوث المصري الأنثى فقط، عندنا الذكر أوزاريس وحورس الابن وإيزيس الام والزوجة، الام والزوجة زوجة. واحنا سبق تحدثنا في قضية إيزيس وأوزاريس اذا بتذكروا وحورس. بس هنا عند العرب آلهتهم المثلثة انثى. وهبل يبدو زي ما قلنا ما وردش هبل الا بهالعلو هبل. بس لاحظوا لنا العزة ولا عزة لكم، بيعتزوا فيها. طيب الآن صار شوية مفهوم إذن ممكن. لاحظوا أفرأيتم
اللات والعزى شفتوهم؟ كان في وصف الآن في أعلى عليين، الآن نزلنا للحجارة اللي بيعرفوها، لأنه لما قال لهم أفرأيتم، هم شايفين وعارفين ومدركين إنها حجارة ولا تضر ولا تنفع. إلى طيب أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة. إذن ليش الثالثة؟ ليش الثالثة؟ مشان تكمل الثالوث. وأنو الأهم منها؟ أول اثنين يعني بجوز الأب والابن أهم، يعني مثلا زي في الثالوث المسيحي، ما أدري، بس الثالوث المسيحي طبعا في اختلافات لاهوتية في الموضوع. طيب إذا فهمنا ليش الثالثة. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، نشوف الأخرى هاي، مش ومنات الثالثة، الثالثة بيّنت الثالوث. إذا العرب كان عندهم ثالوث، ثالوث بس أهم اثنين في الثالوث اللات والعزى. واللات تأنيث الإله، تأنيث الإله اللات، والعزى اللي هي بتعطي العزة، تمام، ومناف المقادير. طيب الآن ومنات الثالثة الأخرى، هذا احنا بنستخدمها مرات على فكرة، نستخدمها لا مثلا شوفوا العبارة اللي بدي أقولها، لا تثق في هذا الآخر. شو يعني لا تثق إلا في هذا الآخر؟ معناته اللي مجربهم هذولك مالهم من باب أولى، ما هم هذا زيهم ملحق فيهم، بس أنو الأهم؟ لما بقول له لا تثق في هذا الآخر، معناته مجربين مين؟ في أكم من واحد مجرب واثق فيهم ومضيعينه، فأجا واحد جديد قلنا له شو؟ اسمع اسمع اسمع، لا تثق في هذا الآخر. إيش الآخر؟ بتدل على وجود غيره ولا بتدلش؟ بتدل على وجود غيره ولا بتدلش؟ بتدل على وجود. فهذه الثالثة الأخرى يا أخوي اللي بتكمل الثلاثة، الأخرية، الأخرية بيستخدموا الناس هيك تعبير مرات. إذا هذه فيها تلميح بإيش؟ تلميح أولا بالمدح مرة، بالمدح ولا بالذم أكثره؟ أكثره بالذم. آه المجتمع الجاهلي لما كان يوئد البنات، ما هو الله قال ويجعلون لله ما يكرهون، ويجعلون لله ما يكرهون اللي هو ايش؟ الإناث. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هم لما الله خلق الملائكة شاهدوا حتى يقولوا إنها إناث، مين خبرهم يعني؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، عباد للرحمن، إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، راح نسألهم. لذلك قال أصطفى البنات على البنين. انتوا بتقولوا يعني هم إذن هم كانوا كثير من الآلهة يخلوها أنثى، وكانوا يقولوا هذه بتمثل آلهة، هم ملائكة برضو، لأنه سبق قلنا إنه الوثنيين في الأصنام اللي على الأرض تمثل أرواح موجودة وين؟ في السماء. وأحيانا كانوا يقولوا هاي هي الزهرة وهاي الشعرة تمثل، فهي الأصنام اللي على الأرض تمثل شيء في السماء من ضمنها ملائكة، وهم كانوا بيزعموا إنه الملائكة إناث، إناث. طيب لاحظوا فهم طبعا يعني انه يعني ليش كانوا يوعدوا البنات على فكرة؟ هو الوعد كان بيحصل، بس هذا ما اثرش في اي لحظة من اللحظات على وجود المجتمع وتكاثره، وجود النساء والبنات والى اخره، يعني موجود، بس ايش؟ بس اثر في قضية الحياة واستمرارها؟ لا، بقيوا العرب موجودين وفي 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 وفي
لكن كان بعض الناس يبلغ فيهم الحساسية الأخلاقية، شوف دير بالكم، حساسية وشهامة الأخلاقية إلى درجة إنه يخاف العار، يخاف العار اللي بيجي بعد 20 سنة أو بعد 10 سنوات، فبقول لك بال وبعدين بخلص بخلص من حساسيتهم على فكرة. ولا الإنسان الساقط أصلا اللي بيسألش في شرف ولا في غيره، ها إيش يهمه؟ إيش يهمه يعني أسرت هذه البنت ما أسرتش، أنتو هيك عرضها ما أنتو هيك، شو سهل؟ كثير الغربيين بيسألوا في الموضوع يعني، فواضح. فهون هو حساسية الغرب العرب الشديدة، وكونهم كانوا معتزين بأنفسهم كثير كثير، لاحظ. ثم أحيانا الفقر، كما أنه القرآن يعني مضطرين الفقر الفقر، وعلى فكرة هذا اللي بيسموه اليوم في الغرب بيسموه القتل الرحيم، هو بيجي بيقول لك بيكون مريض وكذا وميؤوس منه، شو بروح بيعمل؟ بقتله. وهدول ممكن كانوا بيقتلوا من القرآن أشار على فكرة للوعد بالدرجة الأولى الناتج عن الفقر أو خشية الفقر القرآن، وهذا مرات بيكون إيش من شدة إيش الرحمة بقتل، من شدة الرحمة بقتل، لأنه ما بيقدرش يتصور إنه هذه البنت مش قادر هو يطعمها وعم بتعاني وأطفال، لا. الولد في النهاية بروح بيكسب رزقه وبكده طعبه يعني شوية صغيرة، وبعدين هو بصير يجيب، وممكن يقتلوا أولادهم كمان، لأنه القرآن ذكر الأولاد مش بس البنات، يعني ممكن يقتلوا أولادهم كمان ويقتلوا مش بس الأنثى، لأنه القرآن شو قال؟ كيف؟ ولا تقتلوا أولادكم، والولد بينطبق على الذكر والأنثى، ولا تقتلوا أولادكم من وخشية، مش هيك؟ ومرات يعني في أيامنا هاي احنا سبق عشرنا انه في ايامنا هاي الوعد اكثر بكثير من الجاهلية، مش معناته الناس بيحبوش، لا. اليوم في الغرب وفي الشرق، في الشرق في قتل للاناث، خصوصا في البلاد اللي حدد فيها زي الصين مثلا شخص واحد، كثير لما بيفحصوا بيعرفوا انه انثى بيجهضوها مشان يكون له فرصة في ذكر، او بقتلوها ببلغش تولد، بقتلوها ببلغش. ولذلك يعني في مؤتمر 1995 مؤتمر بكين 95 ولا 2005 برضو كان في مؤتمر في بكين 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 95 بنزير بوتو كانت حية وقتها يعني موجودة، فلفتت الانتباه الى انه نتيجة هذا قتل البنات صار الفروق في بعض البلاد في الاسيوية بين ذكور واناث في حدود 15 مليون الفرق، يعني ذكور اكثر، وطبعا في المستقبل راح يعانوا راح يعانوا. فهو عادي موضوع الوعد هذا بده دراسة خاصة، وأكثر كان من الفقر بالدرجة الأولى. الأنثى الأنثى في غير الإنسان كانت أغلى، هي مش هيك؟ لأنها بتجيب الفرس اللي هي اللي بتجيب الحصان وبتجيب والنعجة هي وكذا، والذكر بالعكس يذبح بسهولة، بكفي ذكر واحد لشلية غنم، وكم ديك يعني بلزم لست 9 دجاجات ديك واحد إلى آخره. فبالتالي يعني هذه قضية الأنثى، وليش الأنثى والتقديس الأنثى وشو الفلسفة اللي وراءها، ليش الأنثى في أمم قدست الثور، ليش الثور والثور المجنح في العراق، والتفاصيل هاي كلها هذه كان وراها فلسفات، ما هيهم بقدسوا البقر وبالذات البقرة يعني كمان بشكل، والعجل هذا اللي قدسوه في مصر، ولما طلعوا مع موسى عليه السلام ظلوا بدهم عجل، والسامري كان محترف في هالموضوع الى اخره. بلاش نحرف عن الموضوع. افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى، لان الاخرى هاي فيها غمزه في هذه، كما اقول هو بس هذاك ما هذا الاخر، هو بس هذاك ما هذا الاخر، شو يعني شو يعني هذا الاخر؟ ما هو مثله، مو مثله يعني شو أفرق؟ ضموا هالثالثة مع هالآلهة الثالثة الأخرى، بكفيش إذن الثالثة. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة؟ لا، الأخرى هاي إلها معنى، انتبهتوا؟ ضم يعني لو ضم الثالثة بالله هي هالأخرى هاي على الثلاث، شو أفرقت؟
ضمها الثالثة بثالوث واحد، ها بثالوث واحد. بس واضح من أهم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ هاي رجينا، إذن هم بيجعلوا الذكر لمين؟ إلهم. طب هم إلهم على فكرة، ذكر وأنثى، هم إلهم ذكر وأنثى، مش إلهم أولاد وبنات، قصدي إلهم بنات وذكور وإناث، بس هم بينسبوا إلى الله إيش؟ الإناث. فلذلك لما قال ألكم الذكر، لا ما هم إلهم ذكر وأنثى هم، بس تميزوا في إيش؟ تميزوا في إيش؟ بالذكر، مش هيك؟ لأنه هم بيولد ذكور وإناث، بس جعلوا لله إيش الآلهة معظمها إيش؟ لا لا، انسى تفضيل الذكور، لا لا لا، وهذا أنا أتصور إنه فهم غلط، إنما هذيك الآية شو قالت؟ ويجعلون لله ما يكرهون، هاي بيّن إنهم بكرهوا الفتاة، مش هيك؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا ألا ساء ما يحكمون، هذا خلق رباني، كل واحد له وظيفة، فيش واحد أفضل من الثاني. وإنت لما بدك تفاضل، أنت لما بدك تفاضل بين اثنين بدك تبين الوظيفة. سبق قلنا فاضل بين مهندس أشوفه طبيب، بقدرش أفاضل، ليش؟ بين لي الوظيفة. في واحد يعني مدهوس، الطبيب أفضل. في بناية بدها تسقط، المهندس أفضل. أما تيجي تقول لي مين أفضل، الرجل للمرأة، شو مين أفضل؟ بين الوظيفة حتى أفهم. بدك جنود أنت وتدافع عن الوطن، الرجل، مش هيك؟ بدك فإذا مين أفضل، رجل للمرأة؟ فيش، تقدرش تفاضل أنت حتى تبين الوظيفة، تبين الوظيفة. فهون هم كانوا ألا ساء ما يحكمون في هذا التمييز، في إشي الله خالقه تكامل وظيفي بين اثنين، تكامل، فيش واحد أفضل من الثاني أصلا، فيش واحد أفضل من الثاني إلا في الوظائف، بس قضية وظيفية. وبيخلطوا الناس بين أفضلية وخيرية، بيخلطوا بين أفضلية وخيرية. شو يعني؟ قد تكون أفضل مني مال، أنت مش خير مني، أفضل مني قوة، يعني شو الفضل أصلا؟ الفضل هو الزيادة، الفضل هو الزيادة. أفضل مني قوة يعني عندك زيادة قوة، مش خير مني. أفضل مني مال، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هيو، في ناس عندهم زيادة رزق، مفضل في إيش؟ في المال. من كان مفضل في المال هو خير؟ بجوز يكون صعلوك المفضل بالمال، بجوز يكون صعلوك. إذن بيخلطوا الناس بين أفضلية وإيش؟ وخيرية. إياكم تظنوا إنه من كان أفضل منك يعني خير منك، لا، أفضل مني بإيش؟ بين لي. أفضل منك ذكاء يعني عنده زيادة، أفضل منك مالا عنده زيادة، أفضل منك قوة عنده زيادة، أفضل منك صوت جميل بنشاوي مثلا، أفضل منك، تمام؟ هذا في إيش؟ زيادات، بس ما إلها علاقة بالخيرية. وإنت بتكون الأفضلية خيرية؟ زيادة التقوى. وإنت بتكون الأفضلية خيرية؟ زيادة التقوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى شو قال؟ كنتم خير أمة، ما قالش كنتم أفضل أمة. إيش أفضل أمة؟ لو قال كنتم أفضل أمة كان قالوا له يا رسول الله أفضل في إيش؟ في إيش أفضل أمة؟ في إيش إحنا؟ وبعدين في كل عصر في أمة مفضلة، قلوا لي أنو أفضل أمة في القرن العشرين في القوة؟ في القوة أمريكا، هل يعني خير؟ أفضل أمة في القوة في القرن العشرين أمريكا، لأنها في 21 عم بتروح، مش قضية. المهم أفضل في القوة، بس مش معناته خير. انتبهتوا وين الناس؟ ولذلك شو قال الصحابة؟ كنتم خير أمة أخرجت. فيش شيء اسمه أفضل أمة، لأنه أفضل بدك تبين ليش. ولذلك لما قال لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، يعني أعطيتكم زيادة يا قليلين الحياة يا خوانا، اذكروا، تنسوا أنتوا؟ طب شو أعطيتنا يا رب؟ وإذ والله لوريكم خنتوها كلها. هذا مدح ولا ذم؟ هذا قال بيفهموها مدح، قال بيفهموها مدح، لأنهم بخلطوا بين خيرية وأفضلية والتفضيل، لأنه في كل عصر في أمة مفضلة.
ما كان في يوم من الأيام المغول مفضلين في القوة واكتسحوا العالم كله، و 32 مليون كيلومتر مربع احتلوا، 32 مليون كيلومتر مربع اجتاحوا مين؟ المغول، وكانوا قتلة وهمجيين وأخير، وأفضل أمة في القوة في القوة. طب ما في أفضل في الحضارة، وفي أفضل في العلوم، وفي ما له علاقة بالخيرية إلا في أفضلية التقوى. أنا إبليس قال أنا خير منه. خير هو لذلك هو إبليس. إحنا بدك تحتج علينا بإبليس؟ لا أنا طبعا مزحة. فهذه مقاييس إبليس. لذلك لما قال مهم مقاييسهم برضو مقاييس إبليس، لما قال الله سبحانه وتعالى اختار لهم طالوت ملك، شو قالوا له؟ أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. بدهم إياه اللي يحكم. شو؟ طب ليش؟ ما هو بعد ما يحكم بصير معه مال، مش قضية زي ما بيعملوا جماعتنا اليوم بشكل عام هالدول العربية وغيرها. بيبقى واحد صعلوك وعلى الحديدة، قال بعد ما يملك بيعرف شوين يروح بالمليارات، منين جابها؟ جهده. طب وحاطينك الناس مشان شو؟ مشان تبذل، مشان تغتني ويفقد الشعب، يخرب بيتهم. قالوا وكن في ناس قال مش فاهمين شو اللي بصير اليوم، ليش ثارت الشعوب؟ مش فاهمين. قال في ناس قال مش فاهمين، الله لا يجعلهم يفهمون. طيب المهم، هو على فكرة مش ممكن واحد يكون مربى تربية سوية وما بفهمش، بفهم وبيعرف وحساس نحو الظلم. كلهم بيغنوا بعد ما يصيروا حكام بيغنوا، بس عمر الخطاب بفكر، وعمر الخطاب بفكر، وعمر عبد العزيز بفكر، وهم كلهم بيغنوا. طيب المهم، وين احنا؟ بس احنا كنا رايحين وين؟ الاخرية والافضلية. ألكم الذكر وله الانثى؟ تلك اذا لاحظوا، لو قالت تلك قسمة ضيزة مش زي اذا، مش زي اذا. شو يعني اذا؟ يعني لو رحنا معكم في اللي بتقولوه جدلا، لانه بدون اذا ما فيش، بدون اذا مشكلة على فكرة. تلك قسمة ضيزة، هذه قسمة بفسروها العلماء جائرة، بنعرف ان شاء الله شو ضيزة. بفسروها انه هذه قسمة جائرة، قسمة فيها ميل عن العدل، قسمة فيها نقص. تلك قسمة ضيزة، لا تلك اذا. ايش اذا الان؟ ايش اهمية اذا؟ مهمة كثير. اذا يعني لو رحنا معكم في افتراضكم، زي كيف لو كان فيهما آلهة الا الله لو لفسدتا. هذا افتراض، مش هيك؟ مش جدل، مشان الجدل. تلك اذا يعني لو رحنا معكم في هالكلام، لو رحنا معكم في هالكلام. تلك اذا ليش بقول هذا الكلام؟ لانه في ناس اليوم حتى من المفسرين، يا سبحان الله، بتجدوا احيانا تنقل لك مثلا ومنات الثالثة الاخرى، اما هاي الاخرى من اجل مراعاة القافية. كثير من جدها عند فطاحل مفسرين مراعاة القافية، اي هذا الشاعر براعي القافية وبيحاول يدبرها من كيف ما الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم اللي علمه مطلق بده يراعي القافية، ولا انتم مش فاهمين شو الطبخة؟ ايش يراعي القافية؟ وبعضهم كان قال لك شوف انت قيم اذا بروح الوزن الجمالي، ايش الجمالي والمعنى؟ طب ولو قمناها شو بصير في المعنى؟ ما احنا بندخل في معاني مش مقبولة بالمرة. تلك اذا معناته بدي اقول لهم لو رحنا معكم في الموضوع، فهي ضرورية اذا. اما كونه يعني الكلام جميل وموزون، اما لطيف. ولذلك لما قال هارون وموسى، وموسى وهارون، قال بعضهم ظن انه مراعاة القافية. آمنا برب العالمين، رب مين؟ رب موسى وهارون، هي اجى هارون في الاخير. مراعاة القافية شوي لحظة. طيب في محل ثاني ايش؟ آمنا برب هارون وموسى، كن قال لك مراعاة القافية، هون قال هارون وهناك قال هارون. ايش مين قال هالكلام؟ مين قال هالكلام؟ ما لاحظتوش ملاحظة؟ مش موضوع، مش هخوض الان، انه واحد فيهم قال رب العالمين والثانية ما قالش، وبالتالي بصير نفهم ليش قدم وما قدمش. بس هذه مش موضوع اليوم، بلاش نروح لانه جدال معنا وقت. هيك بقول العشرة. طيب الان
إذن ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن لو يعني إيش يعني إذن؟ يعني لو مشينا في هالمنطق تلك إذن قسمة ضيزة. أجو إيش الضيزة؟ بقولوا إنه هي أصلها ضعزة بعدين صارت تعرفوا للتخفيف ضعزة ضعزة. إذا من ضعزة من ضعزة ضعزة ضعزه حقه مثلا يعني ما اعطاهوش إياه كامل نقصه وجار وانحرف عن العدل ضعزة ضعزة. طيب أنا بدي أفترض إنه فعلا هذا المعنى أنا بدي أفترض إنه هذا المعنى تلك إذن قسمة جائرة كما تفسر تلك إذن قسمة جائرة. طب شو القسمة العادلة؟ بدنا نسأل طب شو القسمة العادلة؟ القسمة العادلة يعني خلوا الله إله ذكور وإناث وإلهم هم ذكور وإناث هيك بتصير عادلة؟ تلك إذن قسمة ضيزة مش هيك؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزة يعني هذه قسمة جائرة. طب كيف نقسم؟ كيف نقسم؟ ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ما هي أصلا مجرد تنسب لله ولد هذا كذب وافتراء. ألا إنهم من إفكهم إيش الإفك؟ قلب الحقائق قلب الحقائق. ألا أكبر بيقلبوا الحقائق. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. هذه أصلا مش محل فصيلة مش محل فصيلة. إيش ولد الله؟ خلق الله. الله بيخلق وكل خلقه وهو خلق الإنسان وخلق كمان الحيوان وخلق الطائر وخلق كفلك وخلق الأرض وخلق كلهم خلقه. بس مفهوم ولد مفهوم ولد هذه مفهوم لا ما يليق. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. طيب وبالتالي إيش القسمة يعني لو بدنا نقول تلك إذن قسمة ضيزة يعني جائرة مائلة عن العدل ناقصة زي ما فسرت لأنه كل كتب التفسير بتدور حول هاي المعاني الثلاث تمام النقص أو الميل عن العدل جائرة مو جائر بيكون مائل عن العدل. طيب طب ولا إيش القسمة معناته القسم الصح إيش القسم الصح إيش؟ ولكن يبدو لي إنه شو معنى الضيزة لأنه هذه إذا بتلاحظوا كلمة ما عمركم مش تسمعوها في محل ثاني ومعروف كلمة ظلم وجائر ومنحرف عن العدل وضد القسط والتفاصيل كلها في ألفاظ كثيرة نعبر فيها لو كان المقصود هذا لو كان المقصود هذا. ويبدو في العربية في إشي اسمه ضازة يضيز وضازة يضوز يضوز. طب إيش يضوز؟ شوفها ضازة يضيز وضازة يضوز. خلينا نروح الآن لا يضوز مش يضيز اللي ممكن تكون ضيزة منها. طب شو يعني يضوز؟ شو يعني يضوز؟ يضوز لاحظوا بحط في تمه تمر وبصير إلوكو مش بنقوله بلوك. طب ليش بلوك التمر الواحد على فكرة؟ أولا هو طبيعة التمر إنه ما بتقدرش تبلعه فورا زي كثير من الأكل لزج وبعدين كمان عشانه حلو بممضغ مع الناس فبلوكو. إذا ضاز يضوز شو معناته يضوز؟ بلوك التمر. لحظة بلوك واحنا الان لما واحد بيكثر من الكلام وبيضلوا يتكلم شو بنقول؟ بيضل يلوك في الموضوع يلوك ايش يلوك يعني؟ يعني ظلوا في هالكلمات في ثمه بيضل يقولهم الثاني الكلمات في ثمه بيضل يقولهم زي اللي بلوك التمر زي اللي بلوك التمرات تمام؟ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن لاحظوا الآن بدي أعبر عنها بعدة طرق عبما توصلنا
تلك إذن مجرد كلمات، تلك إذن إشي بتلكوه أنتو، إشي بتلكوه، إذن إشي بتتسلوا فيه، مجرد كلام يلاك بدليل. اللي بعدها شو بقول مباشرة؟ شو بعد الآيات مباشرة؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أصلا ملهاش، هذا اللي بتقولوا عنه ملوش حقيقة، مجرد أسماء أنتم بتقولوها. هذا إذن مما تلوكه ألسنتكم، هذا ما تلوكه ألسنتكم مجرد كلام، مجرد كلام يقال ويلاك ليس له حقيقة. ولذلك كملوا الآيات هيك، تلك إذن قسمة ضيزة. إيش ضيزة؟ هذا لوك، لوك بتلوكوه، كم انتبهتوا؟ هذا هذه قسمة ملهاش واقع، هذه قسمة كلام لت تعجن. بلاش نروح للات، لوك مش هيك، هذه قسمة لوك، هذه لوك. ها اسمعوا، ها هاي بدينا شوية، مش عنهم كل لوك، هذه لوك. هذه قسمة لوك، كلام، كلام بتتسلوا فيه. هذه مسكة، شو اسمهم المسكة؟ علكة. هاي أيوة، هذه علكة، هذه قسمة علكة. شو حلمة؟ لا، ما هو ما هو ما هو إذا بدها تكون مش جائرة بدنا نبين كيف بدها تكون عادلة مشان يتم القسمة. إذا خلينا أقرأها كمان مرة. ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن لو بدنا نصدق اللي بتقولوا، هذه مجرد، هذا معناته لوك، هذه هذا كلام، هذا تلك إذن قسمة ضيزة، إذن هذا لوك، لوك، تلك إذن قسمة ضيزة، إن هي مش هيك إلا، يعني تنحصر في إيش؟ هي أسماء لات، وين حقيقته لات؟ عزة، وين حقيقتها العزة؟ ما هو على فكرة ممكن تجدوهم بيصنعوا عدة عزة، كل واحد ممكن في كل قبيلة تأخذ تصنع وتقول هاي العزة، هاي العزة، هاي العزة، هاي العزة، كلام، كلام، وين؟ تل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذه أسماء، لاحظوا أسماء أطلقتوها أنتم وآباؤكم، ما لهاش واقع. لات عزة، ما هي اللات تعنيث الاله، والعزة قال بتعز، والمناء الاقدار، وهي لا لها علاقة، هاي لا ملهاش وجود. هالآلهة اللي بيقولوا عنها ملهاش وجود، هاي اسماء بس هيك، شعارات، شعارات تطرح ما لها واقع، ما لها واقع. ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. طبعا شو هو السلطان؟ السلطان البرهان القاهر، البرهان يعني اللي بيفرض نفسه، لما يكون عندك برهان، برهان يفرض نفسه، ايش بيكون اسمه؟ سلطان، لانه له تسلط على العقول ويقنع، برهان، برهان يتسلط على العقول من قوته الحجة القوية، سلطان. اذا طبعا كلمة سلطان برضو لها يعني في فيها معنى التسلط، بس هون في باب البرهان، ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا بتلاحظوا برضو في سورة يوسف، إيش قال في سورة يوسف؟ إيش قريب من هذا؟ إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. برضو بالنسبة لهود عليه السلام، تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ يعني منين جبتوها؟ يعني منين لكم هذا؟ وين الدليل؟ وين البرهان؟ في الأرض ما فيش، في الأرض ما فيش وحي. وين تعالى نزل هذا الوحي؟ لأنه مرات على فكرة في قضايا إحنا بنعرفها، بنعرفها عن طريق الوحي، لأنه الإنسان بأخذ المعرفة من ثلاث طرق، بأخذ المعرفة من ثلاث طرق، من العقل، بدهيات العقول، من الحس، الإحساسات، الخبر الصادق. الخبر الصادق، كثير معلوماتكم خبر صادق. مين رئيس الولايات المتحدة؟ فلان، خبر صادق. أطول نهر في العالم، النهر الفلاني، خبر. كثير من طب وفي أخبار بنعرفهاش إحنا، بعرفها الوحي. طب الوحي نزل مثلا وأخبر بالموضوع، ما هم قال
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ طب هم كانوا واقفين لما خلقوا، مش هيك؟ بدهم يسألوا. طيب إذا هذه مجرد أنتم كلام، هذا اللي بتقولوا كلام، اللات والعزى وكذا، هذا لوك، هذه قسمة إيش؟ قسمة مش أكثر من حكي، أكثر مش حكي تلوكه الألسنة. طيب إن هي لا أسماء سميتموها أنتم وأبؤكم ما نزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن. ما أنزل هون، وهناك نزل في قصة هود عليه السلام نزل، وهون أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لاحظوا هون مهمة شوية على وجه السرعة. إذا يبدو أنه كثير من الانحرافات ناتجة عن مسألتين، كثير من الانحرافات ناتجة عن مسألتين، البناء على الظن والشبهات والاشتباه، أو الشهوات، شهوات والتمني والرغبة، والرغبة. وديروا بالكم، أرجع أقول أذكر في قضية الآن، بتسمعوا أنتم كثير اليوم مثلا في عبادة شياطين، في ولا ما فيش؟ طب تستغرب أنت، وبكونوا في منهم دارسين ومتعلمين وبدرسوا جامعات كمان وعبادة شياطين، وفي اليوم بعض التنظيمات بتعبد الفراعنة وبيعملوا طقوس عند الأهرامات وبيستعيدوا الماضي، بيحاولوا يستعيدوا الماضي. وبالتالي تستغربوش انه في يوم من الايام ترجع اللات والعزى بعد ما الله يقبض من هذا. هذه الانحرافات شو اساسها؟ اساسها احيانا شبه، يعني ظنون تقديرات خاصة بافراد الى اخره، او شهوات. لحظة، ما انزل الله بها من سلطان، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. وانا لاحظت على الملاحدة على فكرة، وشفت استمعت لبعض كبار ملاحدة في الغرب، اشي سخافة، بيكونوا فلاسفة على فكرة، فلاسفة سخافة ما الها حد. تجد شو الادلة اللي بيطرحوها كلها؟ ظنون. مثلا كن قال لك من كلهم النظام هذا اللي في الكون، هذا كله النظام الموجود، ومبدأ الغائية هذا مبدأ فطري. طب النظام بدل، بيقول لك طيب بلكي هذا النظام، بلكي فيه، انتبهوا الان، هذا قال من اقوى ادلتهم المعاصرة الان اللي بلوكوها الان، شو بقولوا؟ هذا بلكي في أكوان لا نهائية غير متعددة، وهذا اللي زبط منها كوننا. شوف بدهم يروحوا، يعني بدهم يتركوا النظام اللي موجود حولهم في كل صغيرة وكبيرة، النظام المدهش في الخلق، وشو يقولوا؟ طيب بلكي في عندنا احنا أكوان، لا الأكوان هاي بيسموها الآن نظرية الأكوان ايش؟ المتعددة، انه في أكوان متعددة لا نهائية، ويبدو انه كوننا اللي زبط منها، اجا صوت شو زبط منها، شو راحوا فرضوا؟ في اكوان لا نهائية. طب بتعرفوا انتو، لذلك لاحظت في موجود على اليوتيوب، بروح هذا فيلسوف ملحد بريطاني، بزور عالم ملحد زيه، فبقول له انا في محاضرة من المحاضرات قلت واستدليت برأيك باعتبارك انت يعني عالم من العلماء في المسألة الفلانية، وقلت انه كذا 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 كذا، فشو رايك؟ على فكره موجود، شو رايك؟ وذكرت تعدد الاكوان، هذه قضيه ان يتبعون الا الظن، في عندكم دليل؟ ولا شو بقول له ذاك العالم الملحد؟ بقول له ايش تعدد الاكوان؟ هذا كلام بنقوله بيني وبينك، هيك قال له بيني وبينك احنا في ورطه. يعني على ضوء اللي بيظهر قاعد الان في العلوم، وما يثبت العلماء، قال له احنا في ورطه. بس المهم لاحظ وين راح؟ بتقول له بكله تعدد اكوان، ايش تعدد اكوان هاي؟ هذا احنا افترضناه، ما فيش عليه دليل. انتبهتوا ايش؟ ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. مع انه ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني في حقيقة جاءت، وهون كان لازم الحقيقة، مع انه سبق احنا تحدثنا باختصار، كان لازم نتحدث عن الظن، انه الظن احيانا يكون مقبول وواجب الاخذ فيه، لكن الظن في مواجهة الحقيقة غير مقبول. الظن إذا ما فيش حقيقة عندك بتأخذ غلبة الظن، فيش حقيقة عندك تأخذ غلبة الظن، عندك حقيقة عندها لا يغني الظن من الحق شيء. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.